الموضوع جيد ورد علي. حياك الله. انا بانتظارك. حياك الله. اهلا وسهلا. اقول تعال تعال. طول ما انت قاعد معانا وحاس انك تعبان ومتضايق وفيك شيء، مريض انت؟ مين فينا مش مريض يا استاذ منصور؟ كلنا مرضى. ما تاخدش بالك، هو فكرة مش اكتر. ايه ابحث عن المرأة. على العموم هذا حال المتزوجين كلهم كذا. اقول مخلص، ودي بخدمة ابيك تنفذها لي. لا تحت امر. ودي تروح سوق الذهب وتشوف لك هدية جميلة. عارف شلون ذوقك حلو، انا اعرفه ذوقك ممتاز. شوف لي هدية ب 2000 3000 ريال. خلاص حاضر. بس الهدية دي يعني تروح للراجل ولا للست؟ الله يهديك بس، الله يهديك، الله يسلمك. ذهب الراجل اكيد الوحدة للست. تعال عشان اعطيك الفلوس. حاضر هرد عليك فلوس. الو مين؟ مين حضرتك؟ بقول لك ايه؟ انت عايز ايه مني بالظبط؟ بالهداوه بالهداوه، شوي شوي روعتني. مخلص انت ايش خايف منه؟ لا حول. طيب 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 طيب، انا اتصلت عليك علشان ابيك تمرني المعرض بعد ما تخلص شغلك. ايه انا استلمت الاداره اليوم بعد الظهر. كنت اسولف معاك شوي واقعد معاك واخذ رايك ببعض الشغلات. ما هو انت الحين رجل خبره وعارف السوق اكثر مني، وانا بانتظارك. مع السلامه.